السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاور الحديث مثل ما هي واضحة أمامكم، بحب أضيف لها أنه راح أعطي 4 أمثلة عملية عن ممارسة المهنة. هاي 4 أمثلة العملية تطرق إليها سعادة النقيب اليوم برؤوس أقلام، مما لها من أهمية وعلاقة في مجال ممارسة المهنة اللي إحنا بنمارسه كمهندسين. بدي أتحدث عن الإطار العام اللي بنعمل فيه إحنا المهندسين في المملكة الأردنية الهاشمية. مثل ما بتعرفوا نحن نظام نيابي ملكي دستوري، عندنا السلطات تنقسم إلى 3 سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية. إحنا المهندسين موجودين حقيقة في جميع هذه السلطات، سواء كنا في السلطة التشريعية في المجال ممارسة المهنة في المجال الرقابة الفنية. مثال على ذلك، بتلاحظوا لما صار حادثة البحر الميت، راحت لجنة من مجلس النواب وكانت لها نوع من الكشف الفني أيضا على ما يتم هناك. إن في المجال التشريعي المتخصص ومجالات السلطة القضائية في الخبرة والتحكيم، ورح أحكي عنها في بعض التفصيل، ومجال ممارسة المهنة مثل ما هي واضحة أمامكم في القطاع الخاص وفي القطاع العام، مجالات متعددة سأتطرق إليها أنا من خلال التشريعات اللي بنعمل إحنا من خلالها. إصدار التشريعات وتعديلاتها، مثل ما بتعرفوا إنه التشريع عادة إنه كيف يتم البدء في التشريع، إما أن تقوم الوزارة المعنية من خلال الحكومة بإعداد مسودة قانون، أو إنه النقابات المهنية وهيئات تطلب مثل نقابة المهندسين إيجاد تشريع ينظم عملها، أو المؤسسات المجتمع المدني، وممكن أيضا مجلس النواب نفسه إنه يتقدم بمشروع قانون. هذا مشروع القانون ينتقل إلى المراجعة من قبل ديوان التشريع والرأي، ومن ثم يعرض على الغرفة التشريعية في مجلس النواب. وفي إحنا في مجلس النواب الأردني، في مصر يعرض أيضا على مجلس النواب، في المملكة العربية السعودية يعرض على مجلس الشورى ومجلس الوزراء. وثم ينتقل المشروع القانون إلى بعد إجازته من الغرفة التشريعية إلى مصادقة جلالة الملك، ومن ثم يصبح هذا القانون نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية. هذه قد تبدو بعض الأمور من البديهيات بالنسبة لكم زملاء وزميلات، ولكنه حقيقة يعني حبيت أنه أبتدئ فيها حتى نلاحظ إحنا وين مجالات الفلكسيبيليتي في مجال عملنا. بدنا نخلي دائما، وهي راح أكررها في أكثر من سلايد، أنه الهيكلية التشريعية اللي بنعمل من ضمن إطارها هي تحت الدستور، ومن ثم القانون، ومن ثم النظام، ومن ثم التعيينات التي تصدر بموجب النظام. بأسئلة مشروعة عند الحديث عن القضايا التشريعية، إنه ما أثر هذه القضايا على ممارسة مهنة الهندسة في الأردن؟ مثال على ذلك، هل يضمن نظام ممارسة المهنة الصحيحة؟ هل يضمن النظام الممارسة الصحيحة للمهنة؟ وهل يفضي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ هل يتسبب التشدد في القوانين وتعقيد الإجراءات باللجوء إلى الواسطة وتفشي الرشوة؟ في بعض الزملاء بيلاحظوا أنه كلما كانت الأنظمة والقوانين محبوكة أو دقيقة، يلجأ البعض إلى للأسف الشديد إلى الواسطة حتى تمرير معاملاته، سواء كانت في مراحل التصميم أو في مراحل التنفيذ. أو حقيقة مش فقط إحنا بنتحدث عن التصميم، إحنا بنتحدث عن ممارسة المهنة في جميع الممارسات المختلفة اللي حددها القانون واللي شفتوها أنتم على السلايد الأولاني. مكانة النظام، أنا بتحدث عن نظام ممارسة المهنة
الصادر بموجب قانون نقابة المهندسين، واللي راح أتعرض لبعض النقاط. هو حقيقة النظام مقتضب مكون من 7 مواد فقط، يعني عملنا إحنا في ممارسة المهنة يحدد 7 مواد، وراح تشوفوا بعد شوي هذه 7 مواد إلى أي مجال لها أثر على حياتنا العملية. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية مثل ما حكيت يحكمنا الدستور، ومن ثم على المستوى الثاني بنلاحظ أن القوانين والقرارات التفسيرية والاتفاقات الدولية تشكل المستوى الثاني من الأنظمة التشريعية. طبعاً هون وضعت بعض القوانين التي تخص العمل الهندسي مثل قانون البلديات وقانون نقابة المهندسين. ومنلاحظ اللي بهمنا في قانون نقابة المهندسين اللي بنتحدث عنه اليوم نظام ممارسة المهنة لسنة 1999، والنظام الصادر بموجب ممارسة المهنة. مرة ثانية بحب أذكر أنه انتقلنا الآن للحديث على المستوى الثالث بعد الدستور، على المستوى الثاني وهو القانون. نتحدث إحنا عن قانون نقابة المهندسين. قانون نقابة المهندسين يا زملاء هذا قانون في غاية الأهمية ومس عملنا اليومي. وهنا يعني وضعت حوالي 19 مادة، طبعا راح نمر عليها بسرعة، من أصل 100 مادة في قانون نقابة المهندسين تتحدث عن ممارسة المهنة، بمعنى أن ممارسة المهنة هي جوهر قانون نقابة المهندسين بما يشكل تقريبا 19% من القانون كله. واحدة من أهم المواد اللي بدي أمشي فيها اللي هي قد تبدو بعض الأحيان بديهية لبعض الزملاء، أنه لا يجوز ممارسة أعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية إلا من خلال المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين بموجب أحكام هذا القانون. زملاء وزميلات، هذا القانون يعطينا سلطة تشريعية لأن نمنع أي جهة كانت من أن تقوم بأعمال الدراسات والتصميم إلا من خلال المكاتب الهندسية. هذه راح تشوفوا بعد شوي أنه للأسف الشديد في بعض الأحيان إحنا ما بنستغل هذه الأدوات التشريعية اللي موجودة عندنا في بين أيادينا، بحيث أن نتنازل على حقوقنا، مما يؤدي بالتالي إلى أنه في هناك مشاكل حقيقية في ممارسة المهنة. المادة 23 اللي هي من قانون نقابة المهندسين تتحدث عن شروط، طبعا ما الشروط الواجب توفرها في هذا المكتب الهندسي اللي متحدث احنا عنه. فمنشوف انه يجب ان يكون المكتب الهندسي اردني. في اخر 10 سنوات لاحظنا انه في بعض المكاتب الهندسي الاجنبية نشطت في الاردن، وحقيقة اخذت جزء كبير من حصة المكاتب الهندسية الاردنية في العمل الاستشاري. وللأسف الشديد مرة أخرى أنه كثير من هذه المكاتب الهندسية يعني ذهبت إلى التنفيذ بدون أن تمر مخططاتها على نقابة المهندسين الأردنيين لتدقيقها. هذا حقيقة أمر في غاية الأهمية، لأنه أنت لا تستطيع مثل ما الزملاء قبل شوي كانوا يحكوا أنه إذا بدك تشتغل أنت في الخليج وهي مكان فيجب في هناك قوانين معينة يجب أن تلتزم فيها وأن تسجل، ولا تستطيع أنك تعد مخططاتك وتضع هاي المخططات بيد المقاول ما لم تكون هذه المخططات مصدقة من قبل نقابة المهندسين. فهذا الكلام في ممارسة المهنة بشكل عنا العمود الأساسي في القضايا اللي بدنا، الأمثلة اللي بدي أذكرها بعد شوي، ليش يتم التخلي عن هذه الصلاحيات المعطاة لنا بموجب القانون، مما يؤدي إلى أول إشي إنه كثير من الأعمال الهندسية غير مدققة مثل ما حكيت، وبالتالي فيها مشاكل فنية، والأهم كمان أيضا من ذلك إنه الكثير من الحصص الهندسية اللي كان يجب أن تذهب إلى المهندسين الأردنيين عم تذهب إلى شركات أخرى، بينما لو أنت بدك تمارس المهنة في بلدانهم لا يصح لك ذلك. لا أدري لماذا إحنا نتخلى عن مثل هذه الأدوات التشريعية اللي موجودة بين إيدينا، وبحيث أنه يعني تؤدي بالتالي إلى ضرر كبير في بالنهاية على أعمالنا وعلى حياتنا وعلى مستقبلنا. طبعا المادة
انا راح امر عليهم بسرعه. هذول المواد من قانون النقابه، بعدكم انتم بتشوفوا لحد الان هذول من قانون النقابه، لم ادخل في نظام ممارسه المهنه، لانه القانون هو مثل ما بتعرفوا مثله مثل قانون السير. انت بتمشي في سيارتك، اذا انك خالفت السير يجي شرطة السير بيقول لك انت خالفت الماده كذا في قانون السير. احنا هذه المواد المره ثانيه، واسمحوا لي دائما اكررها، هذه المواد بيدنا، هي عباره عن سلاح اعطتنا اياه الدوله بحيث انه نحمي المجتمع اولا، ومن ثم نحمي انفسنا كعاملين في مجالات في ممارسه المهن الهندسيه. طبعا الماده 61 تحدد بعض القضايا، طبعا اللي بيقراها هلا بيشوف وبيحاول يقارنها بما يحدث حقيقة في بعض المؤسسات، سواء كانت رسمية أو إنها أهلية، يلاحظ أن هناك فعلا الكثير من التجاوزات، وهذه التجاوزات اللي يجب علينا نحن في نقابة المهندسين أن 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 نبقي أعيننا مفتوحة، ليس لغرض التصيد لا سمح الله، ولكنه لغرض ضبط ممارسة المهنة، اللي هو هذا واجب علينا معطى لنا بموجب القانون. النصوص اللي موجودة الآن في نظام ممارسة المهنة، الآن بدي أنتقل إلى المستوى التشريعي الثالث، نتحدث عن نظام ممارسة المهنة. مثل ما بتعرفوا الأنظمة تصدر بموجب القانون، بمعنى أن الدستور مثلا يجيز أن يصدر نظام، أن يصدر قانون، والقانون يجيز في بعض بنوده أن تصدر تعليمات. هذه التعليمات تكون مفصلة ودقيقة بحيث أنها تغطي كثير من المواد اللي ليست موجودة في القانون. نظام ممارسة المهنة حقيقة مثل ما لاحظتوا أنه هو موجود من سنة 99، وهناك بعض الأصوات علت في الآونة الأخيرة إلى ضرورة تحديث نظام ممارسة المهنة، إلا أنه الحقيقة يعني المتمعن في مواد نظام ممارسة المهنة يرى أنها إلى حد كبير كافية لتغطية مجالات العمل الهندسي. طيب بدي أمشي بسرعة على المواد نظام ممارسة المهنة، أروح لأنه ربما بهمكم أكثر. هذا النظام يتيح لنا ممارسة المهنة في العديد من التخصصات، منها مثلا التحكيم حسب المادة 25، وبتشوفوا أنه التعليمات اللي صدرت بموجب النظام حددت بالضبط ما هي الأطر القانونية لممارسة بعض التخصصات اللي حقيقة احنا ما كنا، يعني مثلا التحكيم الهندسي، قضايا التحكيم اللي موجودة كانت تذهب إلى مكاتب خاصة خارج الجسم الهندسي، بينما الأقدر على ممارسة عملية التحكيم هما المهندسين. عشان هيك لاحظت النقابة نشطت في موضوع آخر، هذا أحد الأمثلة الأولى اللي بدي أتحدث عنها، قضية تنظيم الأراضي. في بعض الدعايات بتشوفوها توزع على البيوت انه ارض معينه تقسم بهذا الشكل اللي شايفينه انتم، بدون مراعاه اي اسس هندسيه وتخطيطيه صحيحه. هلا هذا العمل يمارس من قبل سواء شركات تطوير عقاري او حتى مساحين، بينما هو مغلق هذا الباب على المكاتب الهندسيه. شو اللي عملنا احنا في يعني بتشوفوها في اماكن مهمه جدا في 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 العواصم، يعني في العاصمه وفي المدن الرئيسيه. للاسف الشديد السند التشريعي اللي موجود لممارسه هذه المهنه هو يناقض قانون نقابه المهندسين. اذا بتلاحظوا في نظام الابنيه والتنظيم لمدينه عمان الجديد تحدث عن أنه عملية تنظيم وإفراز الأراضي في المادة 22 والمادة 23 هي تكون من قبل مساح مرخص. فأنت يعني تخيلوا معي أنه
الأهم عملية في تنظيم المدن اللي إلها موجود تخصص في الجامعات الأردنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا اللي هو تخطيط المدن، وفي عندنا حوالي الآن 250 زميل وزميلة معهم هذا التخصص، محرومين من ممارسة المهنة بينما يعطي النظام الهم هذا. شو اللي سوينا احنا من اجل ممارسه المهنه؟ ناقشنا هذا القانون، رفعنا توصيه لمجلس النقابه، مجلس النقابه مشكورا اخذ قرار اللي بتشوفوه بالشكل التالي، واعطانا الضوء الاخضر على انه التاكيد على دور المهندس المعماري ومخطط المدن ومهندس المساحه ايضا في ممارسه عمليه تنظيم وافراز الاراضي، بمعنى انه وتمت الموافقه عليه، بمعنى انه اي ارض كبيرة موجودة داخل التنظيم أو خارج التنظيم بدها إنها تقسم إلى قطع صغيرة يجب أن تمر، لأنه المادة 3 من قانون نقابة المهندسين لا يجوز عمل أي مشروع هندسي إلا من خلال مكاتب هندسية. فإن شاء الله إحنا الآن شغالين مع اللجنة العليا واللجنة المتخصصة لتعديل نظام الأبنية في عمان وفي البلديات حتى نغير هذا النص اللي موجود أمامكم. والمقترح اللي بدي تحملني شوي بس دقيقة أو دقيقتين إذا بتعطيني، اللي هو النص المقترح إن شاء الله اللي نأمل أن يتم اعتماده، أعمال التخطيط على المستويات الإقليمية والهيكلية والهيكلية التفصيلية Detailed Master Plan هي من اختصاص مهندسي تخطيط المدن من خلال مكتب هندسي، من خلال مكتب هندسي مرخص من نقابة المهندسين، وكذلك أعمال تقسيم وإفراز الأراضي أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم من خلال مهندسي المساحة ومخططي المدن المسموح لهم بمزاولة المهنة. سعادة النقيب أكد لنا أنه النص هذا في طريقه إلى الاعتماد، نرجو مرة ثانية أن لا يتم تجاوز هذا النص اللي بيضمن حسب القانون ممارسة مهندسي الإله. طبعا احنا عندنا آلية ما بدنا نحكي فيها لتصنيف هذه المكاتب عن طريق هيئة المكاتب والشركات الهندسية. مثال سريع، نظام تأكيد الجودة نحكى عنه مرة ثانية. حقيقة الممارسات اللي بتتم هلا حاليا، بدي أورجيكم احنا بإيدنا قضايا تشريعية وأسلحة لا نستعملها. في عندنا نظام صدر في 2010 لنظام توكيد الجودة. هذا النظام يعني يشكر طبعا معالي وزير الأشغال السابق على أنه اشتغل عليه. هذا النظام تخيلوا أنه يمنع، يحظر على أمانة عمان والبلديات وسلطة العقبة والمناطق أي جهة أخرى تصدر رخص بناء، إصدار تراخيص بناء إلا بعد قيام المالك أو المستثمر بتقديم نسخ من اتفاقية توكيد الجودة Quality Assurance. إحنا هذا الحكي وعمل له آلية من 2010 لحد الآن لا توجد آلية تنفيذية لوضع نظام توكيد الجودة موضع التنفيذ. لهذا تحركنا في لجنة ممارسة المهنة واتخذنا نفس الطريقة اللي استعملناها مع مهندسي التخطيط المدن والمساحة، ورفعنا توصية وافق عليها مشكورا مجلس النقابة. وهذه حقيقة ستشكل ثورة في عالم ممارسة المهنة بالأردن. إذا إحنا ضبطنا ممارسة المهنة في تنظيم الأراضي ما منشوف المشاكل اللي عم نسمع هلا عليها، أو بتقل المشاكل اللي نسمع عنها هلا حاليا من ناحية مسارات الأودية، من ناحية الحفر بين أبنية قائمة والقضايا الأخرى التي تتعلق بتوكيد الجودة. الآن بتشتري شقة وأنت ما بتعرف شو بتشتري فيها. نظام توكيد الجودة اللي سيطبق بالتدريج سيضمن لنا هذا. أنا بس بدي أخلص لأني بديش أخذ من وقتكم، ودي يعني طبعا أجهزة النقابة المختلفة تعمل سواء في لجنة ممارسة المهنة أو في هيئة المكاتب والشركات الهندسية على متابعة أيضا العمائر التي يقوم أصحابها في عملية التحديث والترميم، واشترطت وتفاوى يعني أنه أن تتم هذه عن طريق أيضا مكاتب هندسية، وهذا باعتقادنا يسجل لهيئة المكاتب والشركات الهندسية الأردنية ولمجلس النقابة الموقر أنه تحرك وأصدر معالي وزير الأشغال توجيهاته إلى جميع الجهات المعنية أن لا تتم هذه الأعمال إلا تحت إشراف مكاتب هندسية أردنية مرخصة. أنا بدي أشكركم، شايف وما في وقت أنه نكمل آخر سلايد، بس احتراماً للوقت شكراً لكم. شكراً دكتور.